هذه الألغاز الغامضة ستختبر مدى استخدامك للمنطق. سنعرض لكم في هذا الفيديو ألغازاً غامضة التي ستختبر مدى ذكائك واستخدامك للمنطق. لا تنسى أن تكتب في التعليقات أسفل الفيديو ما هي عدد الألغاز التي استطعت حلها بشكل صحيح. رقم 1. سنعرض عليكم لغزاً بسيطاً من أجل الإحماء. أخرج النصف الثاني من هذه البيضة. هذه هي الإجابة الصحيحة. اضغط على علامة الإعجاب إذا كانت إجابتك صحيحة، وهيا ننتقل إلى حل اللغز الآخر. رقم 2. وقعت جريمة سرقة في شقة إيميلي، حيث تمكن اللصوص من سرقة الأموال والأشياء الثمينة، فقامت إيميلي باستدعاء الشرطة على الفور. عندما وصلت الشرطة، بدأ كلب إيميلي في النباح وعض أحد رجالهم. قام المحققون بتفتيش الشقة وقاموا باستجواب إيميلي. قالت إيميلي إنها كانت متغيبة طوال النهار ولم يكن أحد موجودا سوى كلبها. عندما عادت إلى العمل اكتشفت أنهم سرقوها. قامت الشرطة أيضا باستجواب جيران إيميلي، لكن على الرغم من أن الجميع كان متواجد وقت ارتكاب الجريمة إلا أنهم لم يسمعوا أي شيء يثير الاشتباه. في النهاية قامت الشرطة بالقبض على إيميلي وقالوا بأنها هي التي دبرت السرقة. لماذا قررت الشرطة ذلك؟ عندما وصلت الشرطة إلى منزل إيميلي، قام الكلب بالنباح بشدة عليهم. كان الكلب متواجداً طوال اليوم في الشقة. لو لم يكن اللص معروفاً لدى إيميلي، فإن الكلب أيضاً كان سينبح بشدة عليه، ولسمع صوت نباحه الجيران. بما أن الجيران لم يسمعوا شيئاً، فهذا يعني أن الكلب يعرف مرتكب الجريمة. رقم 3. لغز بوليسي آخر. وقعت حوادث السرقة بشكل متكرر في أحد محلات بيع الهواتف المحمولة الذكية. لم يعلم الأمن على وجه التحديد من اللص من بين العملاء. في النهاية قاموا باستدعاء محقق من ذوي الخبرة. قام المحقق بفحص التسجيلات من كاميرا المراقبة خلال عدة أشهر، وفي النهاية استطاع أن يحدد من هو. فمن هو؟ لعلكم لاحظتم الرجل الذي يرتدي دعامة من الجبس على يده. كان يرتدي تلك الدعامة على مدار 6 أشهر. إذا كان هناك كسر في يده بالفعل لنزعه منذ فترة، وهذا يعني أن اللص استخدم الجبس من أجل التغطية وكان يحشو الهواتف بالداخل. رقم 4. كان هناك فارس يريد أن يتزوج من أميرة في إحدى الممالك القديمة. كان ينبغي عليه أولاً أن يكسب المسابقة. للأسف كان يعلم أن هناك العديد من المنافسين أقوى منه. حينئذ قرر الفارس أن يستعين بساحر عجوز كي يخترع له شراباً يمنحه القوة، فوافق الساحر. لكن كانت هناك مشكلة واحدة. الساحر كان عجوزاً، وعادة ما ينسى أين وضع المكونات التي سيصنع منها شراباً، لكن المكونات جميعها في البدروم. ينبغي على الفارس أن يعثر على زجاجة رقم 6 التي تحتوي على المكونات اللازمة. ساعد الفارس في الحصول على الزجاجة المطلوبة. هذا اللغز كان مخادعاً. عدد الزجاجات لدى الساحر هي 8 تحتوي على مكونات مختلفة. إحدى تلك الزجاجات كانت مقلوبة رأساً على عقبة، وهذا يعني أن الفارس ينبغي عليه أن يختار الزجاجة رقم 9 ويقلبها لتصبح 6. رقم 5. شغل توم منصباً كبيراً في إحدى الشركات الكبرى، وذلك المنصب يتطلب من توم أن يتابع أعماله بالهاتف حتى وهو يقضي عطلته، إلا أنه غاب لمدة 2 أسبوع، وبعد أن عاد قال لمديره بأنه كان يقضي عطلته في إحدى الجزر الصغيرة في الكاريبي، وذلك المكان لا يعمل به الهاتف أو الإنترنت، لذلك لم يستطع أن يرد على المكالمات المهمة. وكدليل قام توم بإظهار صورة له وهو في العطلة
إلا أن المدير فصله من العمل بسبب كذبه بعد أن نظر إلى الصورة. كيف عرف المدير أن توم قد كذب؟ 15 ثانية. إذا نظرت إلى الصورة جيداً للاحظت طيور الحمام. هذه الطيور لا تتواجد في المناطق الدافئة، وهذا يعني أن الصورة تم عملها باستخدام الفوتوشوب. رقم 6. تم العثور على العميل السري الذي كان يعمل متخفياً منذ فترة طويلة وسط مجموعة من أفراد العصابة. تم العثور عليه ميتاً، وهناك عدد من زملائه يعرفون شخصيته الحقيقية، وهذا يعني أن أحد هؤلاء الزملاء كان مشتركاً في الجريمة. وقع في دائرة الاشتباه بيتر وأولغ وآنا، وصرح جميعهم بأنهم لم يشتركوا في الجريمة، والشرطة لم تعثر على أي دليل سوى ورقة مكتوبة بخط الضحية، ففهمت الشرطة بأن هذا كود يخفي وراءه سر الجريمة. هيا ساعد الشرطة في معرفة الكود والوصول إلى مرتكب الجريمة. 15 ثانية. مفتاح الكود هو الأبجدية، فالحرف المكتوب بجوار 1 يعني الحرف التالي في قائمة الحروف. الحرف التالي هو كي، والحرف الذي يلي حرف أو في الأبجدية الروسية هو حرف الاتش بعد حرف الاي، والحرف الذي يلي اي هو بي، والحرف الذي يلي حرف الجي هو حرف التي، لذلك القاتل هو أولغ. رقم 7. انظر إلى الصور وحدد الشخص الذي يعتبر والد الطفل. رقم 8. لغز في الرياضيات لا تغير في أماكن الأرقام تلك الأرقام الموجودة، وضع بينها علامات الزائد والناقص بالشكل الذي تحصل فيه في النهاية على رقم 100 بشرط أن تستخدم 3 علامات. الإجابة الصحيحة هي أن تضع علامتين ناقص وعلامة زائد كما هو موضح كي تحصل في النهاية على الرقم 100. رقم 9. وقعت جريمة سرقة على إحدى الشواطئ، حيث سرق شخص ما جميع النقود من الخزنة من محل لبيع المثلجات، فوصلت الشرطة خلال بضع دقائق وحددت 4 من المشتبه بهم، حيث أقر جميعهم بأنهم كانوا في المحل لكن لم يدخلوه في خلال آخر 15 دقيقة، فمن السارق؟ اللص هو الرجل الذي يمسك المثلج، فلو كان بالفعل اشترى المثلج منذ 15 دقيقة لساح، ولكن لم يكن ليتماسك حتى هذه اللحظة. رقم 10. لدى مايك وتوم 21 دولارا، لهم هما الاثنان. لدى مايك نقود أكثر من التي يمتلكها توم بمقدار 20 دولار. ما عدد النقود لدى كل طفل؟ أنا واثق من أن العديد منكم اعتقدوا أن لدى أحد الطفلين 20 دولارا والطفل الآخر 1 دولار، لكن هذا خطأ. إذا كان كل الأموال لدى الطفلين هي 21 دولارا ومايك لديه 20 دولارا أكثر، فهذا يعني أن لديه 20.5 دولارا وتوم لديه 50 دولارا. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تكتب في التعليقات عن عدد الألغاز التي استطعت حلها بشكل صحيح، وأن تضغط على علامة الإعجاب، وأن تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك منا كل ما هو جديد.
إلى هنا أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.